مهلك على مهلك يا حبيبتي، على الاقل من مهلك. خلاص يا ماما بقيت كويس الحمد لله. يا حبيبتي الدكتور قال لازم ترتاحي. يلا انا هعمل لكم لقمه تاكلوها. في اكل هنا ولا تحب انزل اجيب حاجه من تحت؟ لا الحمد لله الخير كتير. اعمل لك فنجان قهوه على ما احضر الاكل. لا 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 قهوتي الله يلبسيك، فنجان قهوه دلوقتي ممكن يسهرني طول الليل. طيب انا هحضر الاكل واول ما اخلصه وهنده لكم على طول. دكتور خيري طمني عليكي قبل ما نمشي من المستشفى، وقال انك بقيتي كويسه وان كل حاجه تمام والحمد لله. الحمد لله. أنا آسفة على كل التعب والإرهاق اللي أنا أرهقته لك يا أستاذ مختار. إيه يا أستاذ مختار دي؟ إحنا مش اتفقنا؟ إحنا مش في المجلة هنا. قولوا لي يا عم مختار أحسن. ممكن أسألك سؤال؟ اسألي. هو مخابرات برضو؟ تقصدي مين؟ دكتور خيري. تسألي ليه؟ أبداً، أصله كان مهتم بيا جداً وعمل لي تحاليل وفحوصات، ورغم كل ده ما خدش ولا مليم. الحقيقة أنا أعرف دكتور خيري من زمان، لكن إذا كان مخابرات ولا لأ. طيب سامية، في موضوع مهم كنت عايز أتكلم معاكي فيه. موضوع عادل مكي. أيوه. عرفت اللي حصل ولا كنت عارف من الاول؟ نبيل مش جاسوس. اثبتي له. اثبت له ايه؟ اثبتي لعادل مكي تقطعي الشوط من نصه، كملي معاه. اثبت له ازاي وهو مش مقتنع غير باللي في دماغه؟ اقنعيه بالعكس، انقليه لاقتناعك ده. يا اقنعتي يا اقنعك. يقنعني بايه؟ ارحموني ارحموني والنبي. سامية سامية، في حياة كل إنسان ثوابت ما يمكنش اللعب بيها. من أهم الثوابت دي بعد الإيمان بالله هو الوطن. الوطن كلمة مش سهلة، ولا يمكن ولا يجوز التهاون أو اللعب بيها. أبوك الله يرحمه ضحى بحياته واستشهد في سبيل وطنه. أنت بقى يا سامية مستعد تضحي في سبيل وطنك؟ ألو. ايوه عادل، انا احمد مختار. اهلا احمد بيه. انا لسه راجع من بيت سامية دلوقتي. اخبارها ايه؟ كويس الحمد لله. حضرتك اتكلمت معاها؟ ايوه اتكلمت. قدرت تقنعها؟ والله انا ضغطت عليها على قد ما اقدر، لكن هي رافضه انها تجي لك او تقابلك. انا كان ممكن اضغط عليها اكتر من كده، بس خفت يجي لها انهيار عصبي تاني، خصوصا ان اعصابها لسه تلفانه. طب وبعدين راي سيادتك ايه؟ والله رأيي انك تستنوا عليها يومين ثلاثة لحد ما تهدى وتستوعب الموقف. شكرا يا احمد بيه، تصبح على خير. وبعدين هنعمل ايه؟ الموقف مش كويس كده، بقالها شهرين من ساعة ما رجعت من ايطاليا، ومن ساعة ما بعتت جوابها الاولاني زمانهم هناك دلوقتي قلقانين جدا. اكيد. طب والحل ايه سيادتك؟ هيكون ايه الحل؟ هنستناها كمان يومين ثلاثة وخلاص. أعلن المتحدث العسكري بقيادة الجيش بالبيان التالي: قامت طائرات العدو الإسرائيلي صباح اليوم بالإغارة على منطقة أبو زعبل وقصفت مصنعاً مدنياً ودمرته، وكان من نتيجة تلك العملية الإجرامية مصرع أكثر من 70 عاملاً مدنياً، عدا العشرات من الجرحى من المدنيين العزل. وقد قامت قواتنا المسلحة بالرد على هذا الاعتداء الغاشم بقصف مواقع العدو الحصينة شرق قناة السويس بالمدفعية الثقيلة، وكبدت قوات العدو خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات.
الله يكحمه، حتى عمال المصانع الغلابة بيضربوهم. وانت يا سامي حكايتك بقى؟ هتفضلي قاعدة كده لامتى؟ يا حبيبتي مش هتنزلي تروحي تشوفي شغلك في المجلة بقى؟ مش قادرة، مش قادرة. هو ايه بقى اللي ما انتيش قادرة؟ الدكتور خيري قال انك بقيتي كويسة وممكن تنزلي المجلة وتشوفي شغلك. بعدين معاك يا سامية، انت مش عاجباني اليومين دول خالص. ليه يا ماما؟ مش عارفة، قافلة على نفسك، حتى اللمعة الحلوة اللي في عينيكي راحت. مش انت سامية اللي عرفها؟ فين سامية اللي كلها حماس ونشاط لما كانت تسمع خبر زي اللي سمعناه دلوقتي ده، تجري على الجبهة علشان تجيب خبر، وانا ابقى مرعوبة عليها، لكن في نفس الوقت ببقى فرحانة بيها وفخورة بيها. ده حتى عمو المختار مستغرب جدا من موقفك، قال لي قولي لها تنزل شغلها بقى وبلاش كسل. هو اللي قالك كده؟ ايوه. بتحبيها يا ماما؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ هو ده وقته؟ ليه ما بتتجوزوش؟ بابا مات اكتر من 10 سنين. بابا مات من 13 سنة و4 أشهر. طب تفتكري دي مش مدة كافية؟ الراجل لمحلك اكتر من مرة وانتي اللي مش عايزة. مش عايزة، أنا بس مستنية. مستنية ايه؟ مستنية ما تتجوزيها وتطمن عليكي. أنا مش هتجوز. لا تقوليش كده. اسمعي كلامي يا ماما، خديني على قد عقلي واسمعي كلامي للآخر. أهم حاجة في الدنيا إنك تتجوزي الإنسان اللي بتحبيه وتثقي فيه وتحسي معاه بالأمان. عم مختار هيديكي الإحساس ده. أجمل حاجة في الدنيا إنك تحسي بالأمان مع الإنسان اللي بتحبيه. تتجوزي؟ نشوف مين اللي جالنا دلوقتي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. يا ترى الناس الساميه موجوده؟ ايوه يا فندم موجوده، اتفضل حضرتك. اتفضل دقيقه واحده هديها خبر. اتفضل يا فندم. حصليني على الصالون. ليه يا ماما في ايه؟ في واحد بره مستنيكي من التنظيم الطليعي اللي هم زمايلك دول. يلا بسرعه بسرعه. التنظيم الطليعي دي صوره والد ساميه، توفى في حرب 56. الله يرحمه. اتفضل اتفضل حضرتك. شكرا يا فندم. حضرتك اسمك عادل مش كده؟ تمام يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تحب تشرب ايه؟ انا مش عاوز اتعب حضرتك. لا تتعبني ايه، انت اول مره تدخل بيتي. خلاص لو قهوه ساده يا ماما. الاستاذ عادل بيشربها ساده، وقيت من بعد اذن حضرتك تعملي فنجان معايا. حالا. اهلا يا استاذ عادل. بقيتي كويسة وزي الفل. الحمد لله. الوالدة كانت بتقول لي إن الوالد استشهد في 56. وحضرتك عارف كل حاجة؟ لا يا سامي، أنا ما أعرفش كل حاجة. إحنا كلنا بنكمل بعض. هو حضرتك اللي قلت لماما إنك في التنظيم الطليعي؟ لا، ده الأستاذ محمود مختار لما سألته ما عرفش يرد يقول لها إيه. حضرتك جاي ليه؟ سامي أنا عايز أتكلم معاكي بجد.
اسمعيني وبعدين قراري. يا يا لا، وانا هحترم قرارك. تفضل. مش هينفع هنا.